مكان معنا هنا في إطار الكوب دو ليغ، في إطار كأس رابطة الأندية الفرنسية لعام 2017-2018، مباراة في إطار الدور ثمن النهائي النسخة رقم 24 ما بين ستراسبور الفريق الصاعد اللي طبعا يعني غاب 9 سنوات عن الليغا ولكن عاد بعدما كان تفوق وكان طبعا بطل لليغ دو، وبالتالي اليوم في هذه المباراة بيواجه فريق نادي باريس سان جيرمان صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة ب7 ألقاب منها 4 ألقاب متتالية في 4 نسخ الأخيرة في البدلاء. كرة أمامية من جانب اللاعب فيراتي، ماركو فيراتي مرتين في الدوري مع مونبيليه ومع مارسيليا وكان طبعا عنده الخسارة، ودي إنسون كافاني واحدة ثانية أمامنا من كافاني ولكن على طول حارس المرمى ألكسندر أوكيد جاء أمامنا تغييزي فريق نادي باريس سان جيرمان اللي بيحاول أمامنا هنا إنه يضع الهدف في هذه اللقطة، ودي أمامنا كرة من داني ألفيس ولكن كرة إلى خارج الملعب سجلها سان جيرمان اللي بيتابع هذا اللقاء من ملعب المباراة هنا 7 درجات مئوية وهدف ضائع هنا عن طريق اللاعب إدريس سعدي. إدريس سعدي وفي الجانب الآخر أمامنا مارك حلو قوي من جانب اللاعب دراكسلر إلى أرخيل دي ماريا، كرة ملعوبة والألشا وجول، الألشا جول، الألشا بجول، هدف هنا عن طريق المدافع اللي أمامنا هنا اللي قالش في هذه اللقطة يوان سالمي أمامنا هو اللاعب الدولي مع غويانا الفرنسية مقطوعة مرة ثانية عن طريق أمامنا اللاعب باستوري، باستوري إلى كافاني، كافاني على مستوى منتخبات الشباب والناشئين والكرة الخطيرة المرة دي على مرتين الحارس أوكيريا، خروج الحارس المرة دي الحارس أوكيجا أنخيل دي ماريا يلاقيها أوكيجا أمامنا هو ألكسندر أوكيجا وأنخيل دي ماريا صنع الهدف الأول وتسبب فيه ووضعها سلمي في مرمى ولكن هذه المرة أنخيل دي ماريا المنتخب الألماني ولينو وأيضا تراب عادي انطلاقة كافاني ممكن يسجل أوه يا كافاني، كافاني إلى خارج الملعب لقاءات الفريقين انطلاقه هنا من جانب اللاعب جونسالفيس اللي بينطلق في هذه الجبهه والعرضيه ولكن على طول يا سلام على التغطيه من اللاعب استدعاء لقائمه المنتخب الفرنسي امام ويلز امام المانيا لكن لم يشرى ليلوانيس واميان وتور وايضا فريق مونبيليه امام ياتي هدف هنا، هدف هنا عن طريق اللاعب جيرمي جريم، هدف جيرمي جريم كره من اللاعب جونزالفيس وخطا هنا في الرقابه وياتي اللاعب جريم من وسط الملعب القصور في لاعبي ستراسبور هل يستغل البي اس جي هذه الهجمه الطريق فتح وانخيل دي ماريا لكن الكره بوجه القدم تنحرف عن المرمى والكره بتمر في الدقيقه 40 الى باستوري وفي المقدمه كافاني وداني الفيس وحارس المرمى الحارس امامنا الحارس اوكيجا وكره من داني الفيس ولكن يعني في نادي سوشو لعب المتحده الامريكيه وكره خطره لكن ترتطم الكرة في يوان سالمي ويوري بريشيتشي للإيقاف كرات العالية ممكن هدف ويضيع مش ممكن مش ممكن يعني الفرصة الضيعة من اللاعب كامبمبي أمامنا متخصص يضيع في هذا الملعب نتابع هذه الهجمة ولا حضراتكم يعني تواريخ اللقاءات لقاءات الذهاب ودراكسلر ولكن كرة ترتطم في قدم بكاري كوني هذه دراكسلر وكرة دراكسلر إلى باستوري باستوري دراكسلر ولكن كرة ما ملتش الكرة كرة تانية بتضيع دراكسلر بيضيع في الدقيقة 59 باستوري دراكسلر وادي امامنا للايقاف زي ما يوري بريشيتش غايب ادي امامنا استحواذ 3 بمبي وتمريره هنا ومونيه وهدف 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 هدف لداني ألفيس هدف لداني ألفيس هنا من خلال المسانده من جانب الظهير الايمن امامنا مونيه وداني ألفيس يلعب ظهيرا ايسر في لقاء اليوم ويسجل حظ مش طبيعي الحقيقه من باستوري كره في القائم الشوط الاول ودراكسلر في الناحيه المهاريه ياسين عدلي الموجود النهارده في دكه البدلاء وكره اماميه ولكن يلحقها قبل الجزائري ادريس سعدي كافاني كافاني وباستوري باستوري استلم يبحث عن التسديد والمتابعه هنا من حارس المرمى لاندري امامنا كرة من باستوري امامنا الى خارج نادي طبعا ستراسبور في الكاس ادي انطلاقه يوم 6 وادي امامنا اللاعب مونيه ودراكسلر الهدف الرابع الهدف الرابع رد الاعتبار وبقسوه وهدف ياتي في الدقيقه 78 مونيه المتعلق اللي صنع هدف في مكان الحارس اوكيجا كره اماميه وممكن يسجل امامنا هو البديل البديل يسجل
يسجل اللاعب البديل جيرمي بلياك أمامنا في مرمى، هذه أمامنا أخطاء دفاعية، بلياك بيسجل هدف.